في بعض اللعيبة أنا شايف إن هي يعني وجودها في الملعب زي عدم وجودها خالص. يعني النهاردة في بعض اللعيبة أنا شايف إن النهاردة اللعيب اللي مش هيدي النادي الزمالك بإخلاص وهيتعب وحس إن هو أكبر من النادي، شكرا، نادي الزمالك مش محتاجه، مش حد أكبر من نادي الزمالك. فالنهاردة لو أنت مش هتقاتل عشان خاطر الجماهير اللي خليتك نجم، الجماهير اللي خليت سعرك يعلى، الجماهير اللي هي خليتك لعيب كبير، خلاص يبقى انت ما تستحقش ان انت تبقى موجود في نادي الزمالك. وبطالب مجلس الاداره برئاسه المستشار مرتضى انه حتى ما يفوضوش، انه ما يجددلوش. وفي بعض اللعيبه انا شايف ان هي خلاص هي ادت اللي تقدر تديه نادي الزمالك، خلاص مش هتقدر تديه تاني. فلكن انا في الاخر عايز اقول ان على الورق لا، انت لسه في اللعب، انت على الورق لسه في اللعبه. النهارده بنتكلم ان بيترو اتلتيكو 7، الوداد بقى 6، الزمالك 2 زي ما هو. طب الزمالك النهارده ان شاء الله لو كسب مباراه الوداد اللي في القاهره خلاص هيبقى، بس مش بالشكل ده. انت مش بالشكل ده مش هتكسب خالص على الشكل ده. طب نادي الزمالك ما كسبش من امتى؟ من ايام مباراه كاس الرابطه. يعني بعد في كاس الرابطه ما كسبش خالص، والدوري وبعد كده رجعت لعبت بيترو اتلتيكو اتعادلت، الدوري خسرت، ساجرادا اتعادلت، النهارده بتخسر. تخيل نادي الزمالك بقى له قد ايه، نادي الزمالك بقى له قد ايه ما بيكسبش، فاهمني ازاي؟ مع ان عندك عقود بارقام خياليه باسماء بلعيبه كلها منتخب مصر، انت فاهم ازاي؟ او منتخبات بلادهم، بس انت النهارده مش ده الشكل ولا الاداء اللي احنا نقول ان لو الخروج من بطوله افريقيا خلاص هيخلي مجلس الاداره برئاسه مستشار مرتضى يرتب البيت زي ما بنقول على اساس ان الزمالك يرجع تاني، انا بقول لا، يبقى الزمالك يخرج. الزمالك يخرج، لان انا قاعد النهارده وبتفرج حزين ان نادي الزمالك بيخسر من الوداد 3، مش الزمالك اللي يخسر، ولا الزمالك اللي يعمل الاداء ده، ولا الزمالك اللي يبقى بالشكل ده ابدا. فانا النهارده انا بقول لو الخروج من دوري المجموعات هيخلي نادي الزمالك النهارده تعيد ترتيب اوراقك، تشوف مين اللي عايز يكمل في نادي الزمالك، اهلا وسهلا بيه وعلى دماغنا، وهنشيله على دماغنا زي طول عمر نادي الزمالك خلاص. اللي مش عايز يكمل مع نادي الزمالك او بيطلب طلبات فوق طاقه نادي الزمالك بنقول له شكرا. وفي مليون لعيب يتمنى انه يلبس فنيه نادي الزمالك ويبقى متواجد في نادي الزمالك.